السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل معاكم عن الانالوج فانكشنز. في الفيديو اللي فات مراجعة سريعة، احنا اتكلمنا عن الانالوج ريد، وقلنا بنكتب الفانكشن بتاعتنا وبنكتب البن، وان احنا فقط بناخد البنات الانالوج ان اللي هي كانت في الاونو مثلا من A0 لحد A5، وكان دايما بيديني قراءة بتتراوح من 0 لحد 1023. النهارده في الانالوج رايت احنا بيكون عندنا بنكتب البناية بتاعتنا وبنكتب الفاليو ما بين قوسين في الفانكشن بتاعتنا. طيب في حقيقه الامر كمان احنا الاردوينو ما بيطلعش اشاره تناظريه، يعني انت ما بيخرجش اشاره تناظريه. طب هو بيخرج ايه؟ بيخرج حاجه اسمها بالس ويدث ميدوليشن، بيخرج تحكم من خلال عرض النبضه. طب عشان نفهم الموضوع بتاع التحكم من خلال عرض النبضه دي، ويعني ايه اللي بيتم فيها، هي بتكون اشاره التاثير بتاعها مع الزمن شبه الاشاره التناظريه، بس في حقيقه الامر هي اشاره رقميه، يعني دايما فيها حته تراوح، من فيها حته اسف، فيها حته ان هي يا اما 5 يا اما 0، بس المتوسط بتاع التغير اللي بيحصل عليها بيديني ما يشبه الاشاره الرقميه. عشان نفهم الحكايه دي بالظبط، انا جبت لكم مثلا الرسم بتاعنا هنا. بيكون هنا مثلا تغير المدة نفسها، المدة نفسها بتاعت ان هي كان فيها 5 او ان هي كان فيها 0 مش ثابتة. المدة بتاعت ان هو كان المنفذ بتاعنا ان هو في حالة ان هو 5 او في حالة ان هو 0 مش ثابت. فمع الزمن المتوسط بيشبه اشارة، بيشبه الساين ويف، بيديني اشارة تشبه الساين ويف. تمام، دي الفكرة الاساسية من البالس ويدث ميدوليشن. طيب هل البالس ويدث ميدوليشن تقدر تتحقق من على اي منفذ من المنافذ بتاعه الاردوينو؟ لا، عايز منافذ بتدي تغير سريع. طيب المنافذ بتاعه التغير السريع دي موجوده فين؟ موجوده فقط على بعض البنات الديجيتال، على بعض البنات الديجيتال. طيب اللي هم ايه بقى؟ اني بنات اللي هي كاتب لك جنبيهم بي دبليو ام ومدي لك علامه الموجه دي، اللي هم اني بنات عندنا في الاونو، اللي هم الثلاثه والخمسه والسته والتسعه والعشره وال11، يعني هم فقط دول اللي تقدر تطلع من عليهم بالس ويدث ميدوليشن، اللي هي الاشاره اللي مجازا بنكتبها بالانالوج رايت. طيب هنيجي هنا نبني معاكم دايره، هنوصل ليد ونوصل ريزيستور، هنخليها 220 اوم، وهنوصلها على المنفذ 3، وهنبتدي ان احنا نوصل دي بالجراوند. نوصل، نكتب حتى ده كده، هنخلي ده مثلا اسود، وهنكتب نخلي ده، نخلي ده مثلا اورنج. تمام، تعالوا بقى نكتب الكود بتاعنا. طبعا انا هنا ضفت ليد، فهاجي هنا هروح اقول له ان انا عندي حاجه اسمها الليد. تمام، وهقول له ان الليد بتاعي ده بين مود، هقول له بقى ان الليد بتاعي ده هيبقى خارج اوتبوت. تمام، وعايز اقول له مثلا خرج لي على الليد، هقول له بقى، طبعا انا هنا ايه، هكتب له بقى ديجيتال، اسف، هكتب له انالوج، هقول له انالوج رايت على الليد بتاعنا ده قيمه. طيب القيمه بتاعته بقى من كام لكام؟ احنا خدنا في الريدنج كانت القيمه من 0 ل 1023. طيب في الرايت القيمة بتكون من كام لكام؟ بتكون الريزوليوشن بتاعة البالس ويدث ميدوليشن في الاردوينو بتبقى 8 بت، يعني قد ايه؟ يعني من 0 لحد 255، يعني اعلى قيمة بتكون نقدر نطلعها على المنفذ بتاع البالس ويدث ميدوليشن 255، واقل قيمة اللي هي بتكون الصفر. طب خليني مثلا ان انا هقول له 255. طيب خلينا بس برضو كمان نكتب ونكتب ران كده ستارت سيميوليشن انالوج رايت على الليد 255. طيب ليد هيبقى اوت بوت. طيب انا عرفت له ان هو ما عرفتلوش ان عفوا انا هنا ما عرفتلوش ان الليد بتاعي ان انا موصله على المنفذ 3. خلاص انا عرفت له هنا ان انا متوصل على المنفذ 3.
طيب خلاص هو مديني اعلى قيمة اللي هي 255. طيب خلينا نرجع هنا كمان ونكتب الملحوظة بتاعتنا دي، ان احنا عندنا بيكون في البن اللي هو البن اللي هي البي دبليو ام بنز اللي هم فور اونو، كانوا البنات اللي هم الثلاثة والخمسة والستة وكانوا التسعة والعشرة والعشرة والحداشر، تسعة والعشرة والحداشر، وكان دايما بيديني قراية اللي هي الفاليو بتاعتي اللي انا اقدر اخرجها، فاليو كانت قيمة من زيرو لحد رايتنج. بقى هنكتب رايتنج هنا، رايتنج فاليو بتوين زيرو لحد 255. ده بشكل اساسي في القيمة اللي يقدر تخرجها على البن بتاعي. طب تعالوا نعمل تجربة تانية كده، اللي هي كنا قلنا ان هي 2 اس 8 ناقص 1، 2 اس 8 ناقص 1. طيب تعالوا نعمل تجربة تانية كده، لو انا مثلا عايز هخرج له القيمة بتاعت البوت فاليو. خلينا نقول ان احنا عايزين نخرج القيمة بتاعت البوت فاليو، بتديني دايما قيمة من صفر لحد 1023. طيب خلينا نخرج القيمة بتاعت البوت فاليو، طبعا هنا تجاوزتها باربع مرات، يعني انا دلوقتي هيوصل من صفر لحد 255، بعد كده يرجع تاني صفر لحد اللي بعديه وهكذا. تعالوا نعمل ستارت سيميليشن. طيب الفاليو عندنا في البداية كام؟ صفر. طب خلينا نزود، وصل لأعلى قيمة عندك وبعد كده رجع تاني وبعد كده رجع تاني ورجع تاني وهكذا. طب علشان اتخلص من حكاية الرجوع دي بعمل ايه؟ باجي هنا على البوت فاليو ستوب سيميليشن، بتروح قاسم القيمة بتاعتك على 4 ستارت سيميليشن. ده لو انت عايز تعمل مثلا تحكم في الليد ده من خلال المقاومة البوتنشيومتر بتاعتك. طبعا هو بيكون هنا صعب ان انت تشوف، او على المحاكي ده صعب ان انت تشوف التغير بتاع شدة الاضاءة ده، بس يعني انا بحاول اوضحه، بس اعتقد في الفيزيكال بقى مديول او على الحقيقة بقى في التنفيذ الحقيقي بيكون اوضح من كده بكتير. وشكرا لكم.